السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا، أينما كنتم جميعا يا نساء العالم، أينما حللتم وارتحلتم سلام الله عليكم. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وأحوال طيبة. اليوم إن شاء الله كيف ما كتشوفوا عندنا في خيضات، بغينا إن شاء الله نخدموهم بالطريقة ديال الطياب ديال الدجاج ديال المطاعم إن شاء الله. قلت علاش لي ما نجربوش معكم. اليوم غتكون الوصفة اش غنقول لكم بحال ديال المطاعم ان شاء الله، وغتكون بطريقتي طريقة الزمورية، ولكن ما ننصحكمش انكم دائما انكم تكونوا مدمنين عليها. الا درتو حاولوا ديروا مرة، ماشي لان غتقلى في الزيت، وحنا عارفين اي شيء اللي مقلي راه شوية مضر للصحة، نكونوا واضحين. يعني مرة انا ماشي اللي كنديرها دائما، كندير هذيك مرة مني شي مرة بحال كاينه كنحاولوا ان شاء الله تعالى اننا نغيرو كنديروها. الحقيقه الاشياء المقليه كلها غير مفيده للصحه، وخاصه بان في الزيوت المهدرجه، يعني لا اله الا محمد رسول الله. المهم غنبديها غن غن غنخدمها معاكم بطريقتي ان شاء الله تعالى. نبداو على بركه الله، ومن هذا المنبر كنشكر جميع المتتبعين قناه الصدقه الجاريه، قناه الصدقه الجاريه مع الزموريه. ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا رب العالمين، وتقبل منكم الله هاد الاعمال اللي كتقوموا بكل مسانده وبكل دعم. وشكرا لكم التعاليق ديالكم الجميله والرائعه، شكرا لكم اللي كتحفزني انني نحاول نخدم، نحاول انني نجتهد، ونحاول انني نعطي داكشي اللي كنعرف، ونديره بطريقتي. ها انتما كيف كتشوفوا الدجاج انا كنحاول نتكو باش يدخلوا الطياب في خيضات، انا غندير في خيضات ديال الدجاج. ها هما بسم الله وعلى بركه الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ها هما المهم تكيتو، انا غندير ليه الطريقه ديالي. توابل عندي، توابل ديجا اللي خدمت معاكم، اللي خدمت الفيديو اللي خدمت معاكم من القشور ديال القشور ديال فيها الثومه، فيها البصله، فيها جميع القشور ديال الفواكه، ديال الخضر معذره، وكذلك فيها جميع التوابل. ها هي غنديرها مع شويه ديال الدقيق بحال هكا، غندير معاها مليحه، صدقوني غتجي جد رائعه. غندير معاها شويه الحار، انا كنت غندير الحار هذا اللي كنت الهريسه اللي كتبت معاكم، ولكن غندير بابريكا حاره بحكم ان الدجاج كيبغى شويه الحرور. بسم الله وعلى بركه الله، وخاصني ندير هذا الشيء كله يكون جاف، ما تكونش فيه السوائل. غنزيد عليه كذلك شويه ديال القزبر يابس مطحون، ها هو يلا طحنتو ان شاء الله تعالى. والتوابل الاخرى راه كل اللي سبق لي خدمتها خلطتها كلها مع هاد القشور ديال الخضر، يعني درتها مليحه. دابا ما غنحركو كامل بحال هكا هنا، ونساجمت العناصر ان شاء الله تعالى. خديت شويه بابريكا رشيتها شويه هنا على 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 الخيضات ديال الدجاج. غنبدا باذن الله بحال هكذا نلبسهم، واش كيبان؟ ها هو كيبان مزيان. نلبسهم ان شاء الله تعالى. اختي ما تنسايش ذكر الله سبحانه وتعالى، ما تنسايش جميع ما سبق لنا ان ذكرناه، ما تنسايش سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده. وغنحطهم في جنب، غنبقى حتى نكمل العمليه كامله. بعد ما لبسهم كاملين ديك التوابل والدقيق ديالنا، غناخذ هنا نص كاس ديال الحليب، زدت عليه بيضه، نص كاس ديال الحليب زدت عليه بيضه، درت رشيشه ديال الملح
ها هي رشيشه ديال الملح. غنخلط هاد العناصر ديالي ان شاء الله تعالى كلها. اختي ما تنسي الصلاه على حبيبك وشفيعك يوم القيامه محمد عليه الف صلاه وسلام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ها هو غنشد الخيضات ديالي غنحاول نديرهم كاملين هنا كاملين غنغمسهم في هذا في هذا الحليب والبيض ديالنا. اللي بقى لي ان شاء الله نعطيه الكوكو. كوكو كيحماق عليه. غنعاود ان شاء الله من جديد نلبسهم عاوتاني المره الثانيه بالدقيق بالخليط اللي كنت صوبته. ها هما صدقوني هاد الطريقه راه غتجي جد رائعه ولذيذه بهذه بطريقتي. ماشي غنقول لكم بانني انا غندير شي طريقه خارقه ولا. السر كله في هاد القشره ديال الخضر. السر كله في هاد البنه واللذه في هاد القشره ديال الخضر. باش ما تقولوش الزموريه راه كتشكر السر كله. انا قلت لكم انا كنقول لكم الاسرار ديالي كلها اللي كندير بحكم ان عده اصدقاء سواء فرنسيين او ايطاليين طلبوا مني انني نوريهم الاسرار ديال ملي كيجيو عندي سميتو كيجيو عندي الدار كيقول لي هاد اللذه وهاد. انا دابا كنحاول نوريكم جميع الاسرار جميع. وللاسف ما نقدرش نهضر باللغات الاخرين لان الفيديو انا كنهضر بلغه واحده والفيديو كيجي طويل. ها هما بعد ما لبستهم غندير حمام زيت غنديرو ان شاء الله يسخن ونتلاقاو مع الطريقه ديال القلي ان شاء الله تعالى. بعد ما درنا الزيت ديالنا ها هو سخن مزيان غندير باش نجرب. ها هو فعلا سخن مزيان. سمحوا لي كاع البوطات كاع الفرن مخدناه كامل. ها هما سخنوا مزيان. هذا دليل لانه سخنوا مزيان. غنحاول ان شاء الله. انا جرست بقطعه ديال الدقيق اللي بقطعه هذاك الدقيق اللي كنت خلطته. دابا غنقص ان شاء الله درجه الحراره. علاش ما غنقص درجه الحراره؟ لاننا حنا باغيين دابا الدجاج ماشي عيط تقلى لينا، بغيناه يطيب لينا. غنقص درجة الحرارة على نار مهيلة وغنبدأ على بركة الله نحط في الخيضات ديالي. بسم الله على بركة الله وبسم الله راه فيها البركة وكذلك كتمنع الشيطان بأنه ما يحضرش لك في ديك الأشياء اللي كتوجدي فيها. غنخليهم باش يطيبوا على خاطرهم. راني تكيتهم من قبل تكيتهم بالشوكه باش الطياب يدخل ليهم وغنخليهم دابا يطيبوا على خاطرهم ان شاء الله تعالى. ها هو قلبته على الجهه الاخرى باش يدخلوا الطياب. راني دايره النار مهيله بزاف عاد باش يدخلوا الطياب ان شاء الله تعالى. ومني غادي يطيب لي الدجاج باذن الله
هذيك الساعه غنزيد في العافيه من اجل انه يولي ليا مذهب ويولي ليا كروكانتي، ويولي اللون ديالو مذهب ويولي كروكانتي. بعد ما طاب ليا الدجاج قلبت وقيتو طاب، دابا غنزيد في البوطه، غنزيد في العافيه لاني كديرها على نار مهيله، غنزيد فيها من اجل باش يتحمر ليا هذا ويولي اللون ديالو ذهبي ويولي مقرمش. انا من قبل قلت كروكانتي، كروكانتي هي مقرمش، يولي مقرمش ليا. وها هو الجديد ديال المطاعم، جد رائع. ها هو نبدا في الاول، ما تخليو النار مهيله بزاف، عاد ناقصه بزاف عاد. من بعد ملي كيطيب لكم الدجاج عاد كتزيدوا فيها باش ناخذوا اللون الذهبي وناخذوا ديك التقرميشه اللي كتكون، صدقوني راه جد رائعه الرائحه، راه جد زكيه. الوقت اللي كنوجد في الدجاج ديالي كيتقلى، ها انا كنوجد حداه العشاء، حريره اش غنقول لكم، ساهله ماهله، كلشي حطيتو فيها بمره، خلطتو فيها بمره، يعني ما فيها لا مشاكل لا تعنكيش لا والو. الحاجه الوحيده اللي درت اني نقصت شويه ديال لاصوص، نقصت منها شويه، غنديرو في بواطه وغنلوحو في الفريغو. الوقت اللي غنبغي ان شاء الله نطيبها يكفي انني درت دقيق ونخليه شويه يختمر، كنركز على مساله الاختمار، يختمر شويه وغندورها وغنحطها كانني يلا طيبتها دابا. ها هي العدس والحمص مغربي جاي من الضواحي ديال الدار البيضاء، ها هو مغربي. والباقي كلشي روائح زكيه من الجرده ديال الروكا، ها هو. وها هي هذه، ها هي موجوده، يعني غنديروها اليوم العشاء ان شاء الله، واللي يبقى منها العشاء الغدا ان شاء الله، غدا الحد يعني ما مطيباش، هانيه غنمشي نخرج ان شاء الله وتعالى بقينا بالحياه ما مطيباش. ها هي هذه الزوج كيقول ليها الصوبه الحمراء ولا الصوبه ديال الحمص، هادشي اللي كيقول ليه عزيز عليه. هذه من الاطباق اللي من الاطباق المغربيه اللي كتعجبو هي هذه. انا شويه مع المعده ما كنديرهاش بزاف، ولكن مع هو راه كنحاول نونسو. ها هي قليفه كنديرها، هي هذه الفكره. ودابا غندوزو ان شاء الله للدجاج ديالنا ونوريكم الطريقه ديالو اللي كملت. ها هو الدجاج ديالنا مقرمش بالطريقه، صدقوني واحد الرائحه زكيه خارجه منه، واحد الرائحه رائعه. نتمنى من الله انكم تجربوه، يا ربي امين، وان شاء الله ديروه. النصيحه ما تكثروش من كثره المقليات، نصيحه مني الله يجازيكم بخير، ما تكثروش من كثره المقليات، المقليات راها شويه مضره، الله يجازيكم بخير، ما تكثروش من المقليات. ها هو ريحته كتشهي رائع. هاد النوع ديال الاكل، الاكل كنا كناكلوه تقريبا شبه يومي ملي كنا في مكه، شبه يومي انا وياه، كان تيعجبو بزاف، يعني ملي كنبغيو نغيرو بشي حاجه كيقول لي لا نمشيو لهذاك ناخذوه، وكانوا كيرافقوه لينا بالفريت وبجميع انواع الصلصات، دجاج والفريت وجميع انواع الصلصات، وواحد الخبز اللي شويه ابيض بحكم انني كنبغي الخبز محمر وكلشي، اضطرينا اننا نوليو نمشيو لمناطق اخرى نشريو منها الخبز محمر او نجيبو الباريزيان. كان عند واحد الحانوت واحد الوحيد اللي كان عنده الباريزيان، بحكم ان ماشي موبل، الوطيل اللي كان فيه، الوطيل هو كان تحت من واحد الوطيل اللي كان فيه الجاليه المغربيه، وكانوا كيديروا باريزيان، كيكتشفناه حتى حنايا عرفناه، قالوا لي الحاجات الله يجازيه بخير، ولينا كنمشيو بكري بحسب ناخذوه، الاخر ما كيلقاهش كومين. بعد الباريزيان جانا شويه حسن من الخبز ديالهم اللي كيجيبوا لينا. وكنا بعد الفتره اللي خديناه دارينا فراني تما، كنا كندخلوا نعاودوا نطيبوه عاود ثاني، بحكم ان احنا مغاربه دينا على اي حاجه طيبه مزيان، اي حاجه ناضجه مزيان، لا خضراء لا لحم لا كلشي. المهم هذا هو الدجاج ديالنا بطريقه المطاعم، ولكن بطريقه الزموريه بمنسمات اللي كنت خدمت معاكم، ها هو جد رائع، رافقته بشويه الهريسه اللي كنت خدمت معاكم، مطيشات اخر مطيشات ديال الجرده،
الخص كذلك شلاضه، اخر شلاضه ديال الجرده مع ما غيرت، ما درتش بطاطا فريت، درت بطاطا صغيره مسلوقه، سلقتها بالجلفه ديالها وحيت ليها الجلفه ديالها، قطعتها ودرت لها المعدنوس اللي منسم بالثومه. هنا درت صلصه ديال تشرميله بصله ومطيشه، انا قللت المطيشه وكثرت البصله بحكم ان المطيشه شويه كضرني. ثومه ها هي خليتها هي هذيك لانه كيبغي ينقيها ويزيدها الراسو. المهم الاكله ديالنا هي هذه، انا شاركتكم غدانا بكل بساطه، غدا عادي بسيط بالنسبه للمقليات، راه ما كنديرهمش دائما، راه بعد المره هذا درتو تحت طلب البنات اللي طلبوه، درتو تحت طلب وقلت لهم غندير لكم بطريقتي ماشي بالطريقه ديالي، غندير لكم بطريقتي. نتمنى من الله ان الغداء ديال اليوم ينال اعجابكم، ان هذه الوصفه ديال الدجاج اللي طيب بشكل ديال المطاعم، نتمنى من الله انها تنال اعجابكم وطرقكم وتجربوها. ووصيه ماشي دائما تكونوا مدمنين عليها مره في شهور وشهور وشهور، لان خصنا نحاولوا نتفاداو اي حاجه ديال القلي. نصيحه لوجه الله، راني حاولت انني كنقول القناه ديالي تكون كلها القناتكم قناه الصدقه الجاريه، اعتذر، قناتكم تكون دائما فيها ما هو صحي ومفيد. هما الكرافس العصايات ديال سميتو السويقات ديال الكرافس الابيض اللي كيديروا هما شلاضه، ها هما حطيتهم ليه لانه غير ويدا شلايضه. بطبيعه الحال الماتش راه قسمها هو الراس على جوج، وغادي يديرها لانه كيبغي هو يقطع وياكل بالسكين وياكل فرشه والسكين. الاغلبيه كنكثر الخضره لانه هو كياكل الاغلبيه الخضره وهادشي. انا ضروري من لو بان باني بريد، ضروري ضروري من الخبز، من الخبز خبزيه ضروري من الخبز، هادشي اللي تعودنا عليه حنا، معروف عندنا اننا كنستهلكوا الخبز بزاف. هذا هو الطبق ديالنا، نتمنى من الله ان شاء الله يروقكم ويعجبكم ان شاء الله، وجربوه مره في مده طويله، مره في مده طويله، مره في مده طويله. بالنسبه اللي عندهم المعده وكذلك اللي عندهم الكوليسترول، اللي عندهم كوليسترول عندهم حل. قبل ما ياكلوا هذا راه ولا ياكلوه ويحاولوا من موراه يديروا الوصفه اللي سبق لي تكلمت لكم عليها، معلقه ديال خل تفاح، وهنا يحاولوا من يبغوا ياكلوا يديروا القزبر حبوب مطحون، ها هو قزبر يكون مطحون يابس يديروه، راه الحمد لله بالنسبه للكوليسترول ما غاش يطلع لهم. هذه اول شيء. بالنسبه للناس ديال المعده وصيه وصيه وصيه، بحكم انه مقلي يسبقوا بطاطا هي الاولى خاصه انها مسلوقه ماشي مقليه او طيبه في الفران، المهم تكون بهذه الطريقه تكون مسلوقه، ياكلوها بحال كيديروا واحد البونسمون واحد الفراش للمعده ديالهم، وعاد ممكن ياكلوا هذا باش ما يكونش عليه تاثير صحي. خليتكم على خير في قناتكم قناه الصدقه الجاريه مع الزموريه، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، وسلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.